مشاهدينا على قناة البلاد، أهلا بكم مجددا في حلقة من حلقات برنامج تاريخ مباشر في موسمه الثالث الذي يتطرق بالنقاش والتحليل لمرحلة ثورة التحرير المباركة. ويسعدني أن أرحب بضيوفي الدكتور رابح لونيسي، أهلا وسهلا. السلام عليكم. الدكتور يوسف قاسمي، مرحبا. مرحبا، أهلا بك. والدكتور محمد الأمين بالغيث، أهلا ومرحبا. أهلا وسهلا. إذن إحنا الآن يعني الحلقات السابقة عادة أنا أعطي الملخص في البداية، وصلنا إلى نهايات يعني سنة 56 إلى مؤتمر الصمام. سنة 56 حافلة بأحداث كثيرة بطبيعة الحال، وكنا في الحلقة السابقة تطرقنا إلى تحضير إن صح القول، يعني إلى عملية التحضير لهذا المؤتمر واختيار المكان وكيف كان سيكون ربما في الولاية الثانية ثم حول إلى الولاية الثالثة. الآن أستاذ ولو باختصار، كيف حدث المؤتمر؟ يعني كيف جرى؟ كيف جرت أشغاله؟ كم دامت المدة؟ كيف تم تنظيم الأشغال؟ يعني سيرورة المؤتمر باختصار فقط، هذه مش قضايا النقاش ولكن للعلم يعني. نعم. هو المؤتمر الكثير يعتقدون أن كل يعني العدد المشارك في المؤتمر هو عددهم كبير. لا، هو ستة فقط، ستة مشاهد. ممثلين عن كل منطقة. نعم. نجد كريم بلقاسم المنطقة الثالثة، نجد عبان رمضان عن منطقة الجزائر العاصمة. نعم العاصمة. بن مهيدي ممثل للغرب الجزائري المنطقة الخامسة. عمرو عمران كممثل لالجيروا، يعني ما المنطقة يسمى الرابعة. نعم، اللي يسمى فيما بعد الولاية الرابعة. التاريخية الرابعة. ثم الشمال القسنطيني يمثل باثنين استثناء وهم زيغوت يوسف وبن طوبال. نعم. هذا هما ليشاركون، لكن جاء معهم افراد. نعم. اخرون يستشيرونهم يستشيرونه ابراهيم مزهودي. نعم، ابراهيم مزهودي وحسين رويبح وعلي كافي. نعم. لكن علي كافي لا كان بالمستشارين. كان نعم. مستشارين يعني ما حضرش. نعم. الاشغال، لانه هنا لابد تفريق بين الناس اللي حضرت في المؤتمر والناس اللي شاركت في المداولات والاشغال. شاركت في المداولات، يعني بامكان مثلا زيغوت يوسف يخرج يتشاور بطبيعه الحال. نعم. مع المرافقين. لكن المشاركين هم ستة. نعم. هم ستة. بن مهيدي رئيسا. وعبان رمضان مقررا. نعم. عبان رمضان مقررا. الأيام دامت عدة أيام وليس في مكان واحد، كانوا يغيرون المكان لأسباب أمنية. أمنية مفهوم. صعب جدا يعني. صحيح. أسباب أمنية من الصعب جدا. وكل وعميروش أي تحمودة، وهنا نصحح، هناك مثلا سعيد سعدي مثلا. نعم. يقول أنه عميروش شارك في الواسم. ليس صحيح. عميروش كلف بتأمين المؤتمر. نعم. بتأمين المؤتمر، كلف بتأمين المؤتمر، هذا هو. لكن لم تحضر الوفد الخارجي. صحيح. ومنطقة الأوراس. منطقة الأوراس، والله يؤلم يعني أن الناس يقول لك منطقة، من يقصي الأوراس؟ الأوراس هو العمود الفقري اللي كانت في الضبن، يقصيها؟ الأوراس لم تحضر بسبب استشهاد بن بلعيد. نعم. استشهاد بن بلعيد، بعد استشهاد بن بلعيد وقعت أزمة. صحيح. أزمة، صراع حول خلافة بن بلعيد، ولهذا لم يأتي عمر بن بلعيد. جاء متأخرا وأراد استغلال مؤتمر الصمام، كأن الصمام عينه قائدا في صراعه مع الآخرين في منطقة الأوراس. هذا هو الذي جعل منطقة الأوراس لم تشارك. ليس أنه إقصاء، وهذا غير معقول لا منطقيا ولا ما ليس، بالعكس يعني يقال أنه حتى أخر المؤتمر يعني فقط كي يصل وفد الأوراس. نعم. كي يصل وفد الأوراس، وغالبا يكتشفوا أن بن بلعيد
يستشهد في الاجتماع، اكتشفونا بالبولعيد بعد اعتقد بعد الاجتماع لانه ما لا يعلمه الناس ما لا يعلمه ان قيادة الاوراس ذاته اخفى استشهاد بالبولعيد كي لا تتحطم معنويات الشعب. نعم بولعيد كان شخصية كبيرة جدا وكاريزما ومن ومن، يعني لم يعلنوا استشهاده. وهذه نقطة تحتاج إلى توقف يعني. نعم ربما نفتح قوس لأنه أثرها مهم جدا يعني استشهاد بن بولعيد، الطريقة التي نعم عين بن بولعيد عين عضوا في المجلس الوطني في المجلس الوطني للثورة الجزائرية. هو كان استشهد منذ خمسة سنوات عين عضوا يعني نعم. عين عضوا دليل يعني لم يكن يعني الناس تظن أنها رانا في الآن يعني رانا في ظروف صعبة جدا. صحيح. للمعلومات وغيره. الوفد الخارجي طالب كريم بن رمضان في رسائل تاع الجيلو كار هذه نعم. لشارنبروك بالحسين طلب لهم بعقد مؤتمر لقاء وعلى الاقل اثنين شخصين ياتون لكن حتى اعتقد في احدى الرسائل حتى اقترح قال انا افضل ان يكون بن بلة وخيذر او بن بلة وايت احمد يعني كان مصر على نعم. بن بلة يعني نعم. اقترح اسماء طبعا. اقترح اسماء لكن بن بلة يقول أننا أتينا وانتظرنا ولم يأتي ولا أحد لأخذ، لكن هناك قراءات أخرى نعم يقولون أنهم لم يأتوا ممكن لم يعرفوا مكان اجتماع ممكن لم يتمكنوا من الدخول. تقصد الوفد الخارجي؟ نعم الوفد الخارجي. الوفد الخارجي معذرة أنا قاطعك فيها، الوفد الخارجي يبدو أنهم كانوا متحسسين من الحضور. نعم نعم لأنه الخلاف نعم بين بن بلة نعم وبين عبد الرحمن وصل لمرحلة. أنا كنت جاي لهذه أنا كنت جاي ليها بالضبط. نعرف نحن هناك صراع نعم هناك نعم. صراع بن بلة اتهم أنه يعني فشل في تمويل الثورة بالسلاح في تمويل الثورة والسلاح ثم ما عندما ذهب بن مهيدي بن مهيدي إلى القاهرة هناك وقعت بعض المشاكل وللعلم أن بن مهيدي كثير يقولون أن هذه لا للقاهرة وراءها بن مهيدي وليس عبد رمضان لا بن مهيدي نعم بن مهيدي هو الذي وراءها وبعد عودته من القاهرة عاد غاضبا يعني من بن بلة شعر أنه كأن بن بلة كأن أصبح في يد المصريين وهذا ما يكذبه أيت أحمد. نعم أيت أحمد يقول في حوار مع محمد حربي قالوا سيلو يعني فريمون يعني كلام غير منطقي باش يقولوا أنه كان عميل للمخابرات المصرية. لا كانت عنده رؤية لكن هذا هو يبدو لي بن بلة لم يأتي ممكن ستكون أشياء ممكن يحاكم كيف يحاكم؟ يعني لو حضر مؤتمر الصمام يحاكم في المؤتمر ممكن نعم كانت نعم مطروحة ممكن نعم. ممكن جدا لأنه حساسيات يعني ممكن لما يحاكم لماذا؟ لأنه فشل المهم فشل هذه يعني للتوضيح لأنه صلب الموضوع فشل هذه قراءة أو رأي المؤتمرين والداخل أم أنه فعلا فشل في هذه المهمة؟ لأنه الظاهر أنه فيه تقرير مذكور دائما في هذا الكتاب الهام تاع مبروك بن الحسين تقرير اللي أرسله أو أعده بن بلة يرد فيه على اتهام أنه فشل ويذكر بالأرقام أنه كمية الأسلحة اللي وفرها وكذا ما هيش أنا عندما أقول فشل نعم ليس معناه أنه فشل. نحن نعرف رسالة عبد رمضان نعم يعني معناها رؤية بن مهيدي وعبد الرحمن خاصة أنه لبن بلة أنه لم يقم بدوره على أحسن ما يرام يعني نعم. على أحسن ما يرام لم يقم بمهمته لأن بمهمته لماذا؟ لأنه في بعض الأحيان الناس تعتقد هذا بن بلة لم يكن هو قائد الثورة كان عضو من ضمن التسعة هذا نعم. معروف مثله يعني مثل أيت أحمد هذا الآن نعم. مسلم يعني ما نعم. فيش لكن المصريين ضخموه كثيرا يعني ضخموا أنه هو قائد الثورة وغير الإعلام المصري مش المصريين يعني اللي ضخموا حتى الفرنسيين هو الصحافة الفرنسية حتى الصحافة الفرنسية هذه تاع
تاع المصريين ضخموه ولا خليني نعطيك حاجه. لا ضخموه لا لا, لا لا تعيش. شوف انا نعطي لك واحد الفكره هي سابقه لاوانها. قبل في فتره ما بعد 56 بن بلة كان شخصيه رقم واحد يعني باش تكون في الصوره حبينا ولا كرهنا. واسمح لي نقول لك الكلام لما كنت شخصيه رقم واحد تعيش انت تكلمت ما فيه الكفايه تكلمت على هذه النقطه ما فيه الكفايه. بن بلة حبينا ولا كرهنا كان شخصيه يملك كاريزما ويملك قياده. بن بلة شوف واش رايك في دوغول لما تقرا الامل تكلم معاه يتكلم معاه الان بيريفيت الان بيريفيت مش معذره لم نقول العكس لمين يا اخي خليني اقول العكس لا الرواية هل قلت انه ليس يعني دنيا واخره لا لا تفضل يعني لا اسمح لي خليني نتكلم في فتره الستينيات يعني لما بدا دوغول يلعب من 59 لابي دي براف ومن بعد بدا يفكر في كيفيه اختراق الثوره ألان بيريفيت مش إنسان ساذج قالوا لماذا سيدي الرئيس ما تعطيش ما تقررش انتخابات للجزائريين ويحقوا فيها تقرير المصير تعرفوا شو قال له الإجابة تاعو قال له هذا في 59 60 قال له لو حدث هذا غدا سوف تجد أن بن بلة هو الرئيس نعم. فيه الجلسة الأهم كانت جلسة مغلقة اللي هي الجلسة الثانية اللي تم فيها إقرار والتصديق على النصوص صحيح الامضاءات تقصد لا الوثائق والقرارات اللي اتخذها الصوم اللي راح نتكلم عليها لاحقا سواء على المستوى التنظيمي العسكري التنظيم السياسي الاولويات كل ما تقرر في البلاتفورم كله هذه كانت ضيقه ضمن القاده فقط يمكن كما قلت كان زيغود يمكن يخرج ياخذ استشاره من واحد ولا اخر العكس الجلسه الاخرى قيل انه عقدت جلسات اخرى في التكوين السياسي للعموم ولكن الجلسة الثالثة الأهم هي جلسة التزكية العامة للقرارات. هذه من ناحية الإجرائية إذا صح التعبير بالنسبة صحيح. للمسألة. جيد. الآن بالنسبة للحضور لازم نكونوا لأنه هناك من يوصف الصمام بأنه مؤتمر استعجالي. وتم فيه الاستعجال، ما تمش فيه التشاور بالقدر اللازم وما تمش فيه إتاحة الفرصة لجهات أخرى من أجل باش تكون. ولذلك بغض النظر عن الموقف العام سواء كان هذا المؤتمر جامع أو انتقائي وفيه من يسميه إقصائي أو كذا أنا بالنسبة لي يعتبر منجز كما كان أول نوفمبر منجز اندلاع الثورة نفسه يعتبر إنجاز في حد ذاته بغض النظر عن العمليات 70 أو 38 أو كذا نفس الشيء الصمام انعقاد المؤتمر في ظروف حرب وفي أجواء هذه وفي قطيعة بين الداخل والخارج اتصالي أنا نكون مش قطعة أفكار ولا قطعة مشروع نعم. كل هذا يعتبر في ذاته إنجل. عمل جبار نعم. أنا نسميه عمل جبار يبقى الآن كاين حاجات موضوعية ما نقدرش نقفزوا عليها بشكل من الآخر أو بشكل من الأشكال مؤتمر الصومام لم يتيح الفرصة أو القائمين على التنظيم لم يتيحوا الفرصة الكافية لطرفين على الأقل شرعية الأوراس ك منطقة تاريخية لها دورها ولها موقعها ولها تأثيرها ولها تضحياتها ما نساوش بن بولعيد قال لهم في اجتماع 22 نقدروا نتحملوا بالثورة نمولوكم بالسلاح وهذا اللي خلاه يخرج من بعد لأنه جماعة واد سوف ما وصلولوش الشحنة وحاجة ثانية لكن سؤال هنا سامحني أستاذ كيف القائمين على المؤتمر الصمام ما عطاولهمش فرصة كيف؟ يعني بعثوا أعتقد دعوات أو كانت أرسلت هما لم يكونوا على علم أنه بن بولعيد استشهد صحيح وش كان المتوقع يعني بعثوا لهم دعوة وبن بولعيد استشهد وما كانش قيادة مثلا كيف قصر المنظمون يعني كيفاش وقع التقصير كيف قصر المنظمون نعم. يمكن أنا دائما نسميها بالحرص الشديد على إنجاح الحدث ذاته لكن مثلا وفد عباك شكون اللي كتب الدعوات ومضاها هو كريم بالقاسم المصادر التاريخية تقول أن وفد الخارجي لم توجه له دعوات مكتوبة نهائيا وكان جزء منه مازال في ساغريمو في ايطاليا وبن بلة واخرين معاه كانوا في طرابلس هنا ينتظروا في الاذن الدخول نعم. ما توفرش لم يوفر اللوجيستيك الامني واللوجيستيك الاتصالي من اجل وصول هذا الوفد ويمكن البعض يروح يقرا قراءه سيئه سامحني يقول لك انه عبان تحديدا سامحني انت كان ليه نية أخرى أنا ما نمشيش معها لا في هذه النقطة من للنقاش فقط هي كلها هدفنا هو أنه حاولوا نوضحوا الحقائق فيما يتعلق بالوفد الخارجي هذا الكتاب اللي ذكرته أنا في حلقة سابقة واللي جابه الدكتور مترجم هذا إذا تسمح لي
قال باللي جماعة العربية يقدروا يقرأ. هاو الكتاب مترجم، هذه من أهم، أنا أعتبره من أهم الكتب لأنه وثائق أصلي صح. نعم. هنا يبدأ المراسلات بين الجزائر والقاهرة، يبدأ يتكلم على المؤتمر في 55، المراسلات في 55 يتكلم يقول لهم سنعقد كذا ونحن نحضر الاجتماع إلى آخره. ثم في بداية 56 يقول لهم ابعثوا لنا زوج منكم كما قلت، وحتى يقترح أسماء، وحتى فيه مراسلة موجودة يعني متاحة يعني، هذا موش يقول لهم اقتراح يبعث يقول له ممكن باش تدخلوا، وهذه أعتقد في مارس أو فيفري 56 يقول لهم حتى باش تدخلوا ممكن تروحوا للريف المغربي، من الريف راهو من السهل جدا عليكم باش تدخلوا المنطقة الخامسة وتركبوا في القطار، يقول لهم هكذا تركبوا وصوتي دون زان تران، يستعمل هذه العبارة يعني يقول لهم كل شيء كيفاش وتوصلوا للعاصمة، ومن العاصمة سنتكفل بكم إلى غاية مكان المؤتمر، هذه موجودة وأعتقد هذه هي قبل 4 أو 5 شهور. يعني سؤالي هنا كيف قصروا الذين يعدون؟ هاو يعطيك يكلمك يقول لك باللي عندك 4 شهور ولا قبل 5 أو 6 شهور يقول لك كاين مؤتمر، ثانيا يقول لك هاو هاي الطريقة إذا حبيت تدخل هاي الطريقة كيفاش تدخل، ونحن نتكفل يقول هذه واحدة من الطرق صحيح. فكيف قصروا؟ يعني كيف أنا أقول لك كيف قصروا؟ تفضل أنا أقول لك كيف قصروا؟ تفضل الآن نخرجوا من الجانب الشكلي والتنظيم. تفضل لأنه المراسلات أنا نقدر نتفقوا مع بعضنا نديروا مراسلات على عامل مشروع معين ونبعثوا لكل الجزائريين ومن بعد ننجزوه وحدنا ونمشي ونديروا قضية واحدة. من حيث المبدأ اسمح لي نو دوكا شوف طموحات الأشخاص وحتى بداية الصراع لا أنا وفكرة اسمح لي خلينا نعطي وجهة نظري في التحليل الآن حتى مسألة استيعاب الحساسيات الأخرى المركزيين واستيعاب العلماء والشيوعيين وإدخالهم في الثورة كانت تجاهها اختلاف بين الداخل والخارج. لا. من هنا تبدا صياغه الاشكاليه ثم دخول عناصر وتموقعها ومن بعد صياغتها لمشروع الثوره اللي هو مشروع ارضيه الصومة. انا اعتبره نص اساسي ونص من نصوص الام، لكن كاين عقوق فكري عقوق ايديولوجي وعقوق حتى مع مشروع المجتمع مازال ما وصلنا تجاه هذا. سامحني لا نحب نعطيك المضمون اسمح لي انا الرساله نبعث لك الرساله ونروح نمارس سلوك اخر مش بالضروره ما هو موجود في النص راهو مترجم حقيقه وواقعا في الواقع، وبذلك في لغه السياسه اذا حبينا نقرا التاريخ من منظور سياسي في لغه السياسه كاين اشياء اخرى ويقرا تنظيم الصومام ضمن هذا. كاين فريق كبير من حتى المؤرخين ومن المحللين المشتغلين يقراوا هالمسألة، واحد يقراه ايديولوجي واحد يقراه سياسي واحد يقراه مناطقي واحد يقراه، احنا بعيد عن كل هذه القراءات، احنا نعتبره بان المنجز في ذاته مكسب كبير للثورة عدم حضور الأطراف، حتى انه فيه رسالة فيه نص كتبوا بوضياف وكتبوا بنبلة رسالة وبعث وحتى اقترح حتى تشكيلة القيادة في 12 6 يمثلوا الداخل 6 يمثلوا الخارج وكل شيء، ويعتقد بنبلة وآخرين اللي هما في الخارج ما حضروش بأنه تم إقصاء حتى المقترحات. يوسف لما نجيو للسيسيو يوسف والسيسيو تركيبتها عندنا كلام عليها وأشخاصها اسمح لي سيغاد حنخلي نكمل الكلام حديث. أنا نحب نقول حاجة بك نقول حاجة أنه مؤتمر الصوم أنا لا أشكك في نوايا أحد كما تقول سيغاد أبدا بالتأكيد، ولكن القراءة والتفسير متاح نعم متاح وبالتالي وحتى النص حتى الوثيقة قبيلة تكلمنا عن الوثائق أنا أعتبر جزء من الأرشيف الاستعماري أرشيف مسموم، شكون اللي كان يكتب التقارير؟ يكتبوه الامنيين، يكتبوه الاداريين، يكتبوه الاعوان، يكتبوه كذا كذا، يجب ان تكون هناك اليات منهجيه للقراءه حتى نستطيع ان نتخلص من الالغام. نفس الشيء النصوص هذه قادر تكون من ناحيه النظريه سليمه، من ناحيه التجسيد العملي لم تكن. نعيشوها اليوم سامحني فقط اذا تسمحوا لي، انا اعطيتك من الوقت ما يكفي اخذ كل الوقت يعني انا اتكلم على امر اجرائي. نعم اجرائي نتفق معك. أنا ما بعثتلكش رسالة من بعد درت رأيي لأنه الأفكار، لا أمر بسيط، أنا بعثتلك رسالة نقول لك باللي كاين اجتماع، داكور؟ اجتماع موجود، الاجتماع هذا سيعقد بعد أشهر، الرسائل موجودة هنا
باللي الرسائل بعثت في فبراير، يعني عندك 5 شهور ونقول لك هاي الطريقة كيفاش تجي إذا حبيت تجي. أنا مانيش دولة، مش دولة يعني عندي ونبعث لك واحد يستقبلك في المطار، مش دولة، كلنا ثوريين يعني الناس اللي كانت في الداخل والخارج كلهم ثوريين وكلهم المفروض عندهم قابلية أنه يعرضوا حياتهم للخطر. أكيد. يعني ما تقوليش أنا ما نجيش لأني هني خايف يحكموني وكذا، كل الناس معرضة للخطر. أنا أقول لك وأنا لا أتخذ أي طرف، أنا فقط أطرح الأسئلة. أسئلة. أنا أقول لك أرواح هاي موجودة، الرسالة ما لقيتهاش للأسف لكن موجودة، أي واحد ممكن يطالع عليها. أدخل للريف المغربي، من الريف يقول لك راهي بسهولة أنك تدخل المنطقة الخامسة، المنطقة الخامسة روح الوهران نحكم القطار روح العاصمة وإحنا نتكفلوا به. هذا أنا أقول لك ما قاله. أنا سألت سؤال بسيط، لماذا نقول باللي قصروا؟ سامحني دكتور نخلي في هذا النقطة للدكتور بلغيث. لا والله عندي كلام أنا فقط. نرجع لك نرجع لك معذرة بس باش باش ننظموا. أين أين هو التقصير؟ بدالة تفضل. أنا ما نتكلمش على التقصير. تفضل. يوسف عنده القراءة نتاعو الخاصة. إيه كل واحد عنده قراءته هذه. طبع الاستعجال. سامحني لا سامحني. طبع الاستعجال أو حاب التقصير. شوف وعنده المسار تاعو فيما له صلة بهذه الوثائق. تفضل. آه. وكل واحد كل واحد كل نفس بما كسبت رهينة. هذه هي الأمانة التاريخية، والمؤرخ يجب أن يكون صادقا مع المتلقي. لكن أنا نقول لك أنه العطب أو المشكل الأول نتاع الصمام هي في غياب الأوراس. احنا دائما نقروا لأولادنا ونقروا الجزائريين ونقولوا بلي الأوراس كان هو العمود في قليل الثورة. تصور غياب مصطفى بولعيد عن الحضور، وش تسميه انت هذا؟ وش تسميه؟ مصطفى بن بولعيد استشهد في مارس. لا خليني نتكلم انا، خليني نتكلم. تفضل. انا مخليك. هذا مصطفى بن بولعيد الشخص لا يعني بالضروره قادر يكون غيره، يمثل يمكن يكون غيره. انا قال لكن لماذا؟ لا والله انا اوجه السؤال، تسمح لي يعني اوجه السؤال بشكل اخر. اسمح لي يا يوسف عادي. أستاذ يوسف سؤالك يا دكتور وجهه بعد الفاصل. سمع أنا خلاص الدولي لا يوجه سؤال مش يدير مداخلة عنده سؤال بعد الفاصل. إذن المشاهدين فاصل ونعود معكم لمتابعة هذه الحلقة من برنامج تاريخ مباشر على قناة البلاد. مشاهدينا نعود معكم لمتابعة حلقتنا هذه من برنامج تاريخ مباشر على قناة البلاد. وكنا قبل الفاصل الأستاذ رابح طلب سؤال مش تعقيب مش نتفق خليه يكمل في مبنى. أوكي صح، إذا كان تعقيب خليه هذا الكلام الجميل صح. شوف أنا فيه قلت لك كان عندي كلام على السياق الأستاذ يوسف، قلت بالنسبة للحضور الأوراس كان أساسي جدا، يمكن أن يؤجل المؤتمر في غياب شخصية كبيرة جدا وفي غياب ولاية عندها تأثير كبير جدا، يمكن أن يؤجل المؤتمر. لكن كما تأجل من قبل أكثر من مرة. لا ما تأجلش. سمح. لا تأجل بعده. فرق. لا. بعد. بين أنك ناس تحضر وتأخذ كل الإجراءات وتحضر وتأجل، وبين أنه الفكرة تؤجل كاين فرق. تفضل سامحني. الآن أنا عندي واحد النقطة اللي مرينا عليها ربما وما معطينا لاش حقها، هو اغتيال مصطفى بن بولعيد اللي هو سر عدم حضور شخصية بعينها. استشهاد لمين في الحضور؟ لا خلي نسمع وجهة نظره هو يراها اغتيال. الآن قضية اغتيال بن بولعيد، الحضور كلهم كانوا معروفين يعني اللي كانوا حاضرين في الاغتيال، وهذا المجال تاع الاغتيال مازال الى اليوم يسيل حبر كبير جدا. واخر شيء اللي قريناه هو التصريح نتاع وليده الطبيب اللي راه موجود الان، قال باللي التصفيه كانت محليه يعني داخليه، يعني بابا قتلوه اصحابه رفاقه. وهذا موضوع خطير جدا بطبيعه الحال، بالرغم من انه كوريير وحتى بوضياف. هذا وليده كان عايش معاهم لامين ولا هذا وليده جو بونس انا ما هذا الشاب. انت الشاب هذا عمره 75 سنه وعنده 50 سنه ويسمع الكلام على اغتيال والده، تقول لي عايش معاه؟ يا رجل اسمع الكلام وبعد ذلك. معليش اطرح لنا هذا. قلت لك الان الاشكال اللي راه وقع هو في فترة فرار
بن بوليعيد في 13 نوفمبر واغتياله بعد حوالي 4 أشهر في 22 مارس هو الذي أحدث مشكل كبير جدا. أولا هي مشكلة القيادة على مستوى الأوراس. لا قبل هذا اقترحت لنا إشكال كبير. لا سامحني راك فتحت ملف كبير. اغتيال أو استشهاد بن بوليعيد؟ لا لأنه كاين وجهة سامحني فقط للتوضيح كاين وجهة النظر الشائعة والمعروفة أنه المخابرات الفرنسية لا. وهذه يذكرها إيف كوريا ويذكرها كلهم يجمعون كل سامحني فقط للتوضيح أصبحت فخر للمخابرات الفرنسية أنها قتلت سامحني أستاذ هذا للسادة المشاهدين بل المخابرات الفرنسية صنعت جهاز راديو مفخخ نعم ورماتوا عن طريق طائرة في أحد المناطق نعم. وفي حتى تفاصيل يعني هما كانوا يستهدفوا القادة لأنه الجهاز داروه يشتغل على الكهرباء وموش على الباتري لأنه في تقديرهم أنه المكان اللي تكون فيه الكهرباء معناته فيه قائد من مستوى عالي ولما شغل الجهاز انفجر واستشهد بن بوليعيد. هذا الطرح الفرنسي انت تقولنا الان انه هناك اغتيال. شوف بن بوليعيد من 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 تفتخر المخابرات الفرنسيه تفتخر بهذا العمل بهذه العمليه نعم. ولكن المخابرات الفرنسيه تقدر تتبنى اي عمل من الاعمال اللي يخرج عليها معليش. وهذه معروفه في وهناك الإعلام الآن. وهناك وجهه نظر اخرى تقول انه اغتيال من طرف رفاقه من طرف محيط. شوف والله عندي نعم. آخر حاجة قريتها في هذا الموضوع هو هذا الحوار لوليده شاء دكتور تجاوز 70 سنة وأكيد أنه مدام تهتم بوالدك كيف قتل أكيد أنه المسائل هذه مش اعتباطية يعني مش إنسان خارج دائرة لا سيتادال هذا ابن القلعة ويربط الأشياء في بعضها وماذا به يعرف أوكي. لكن وش هي المعطيات حول شوف هذا الاغتيال شوف شوف دون ربما كلام مطلوق على عواهنه أوكي. لكن خليني أنا قلت لك حاجة اللي قريتها عمليا أنه الاتهام موجه للعجول مع هذا المعروف كذلك نعم. وفي الحقيقة كاين تقرير راه نشره شقيق الغرور في اللي هو استجواب عجول وفيه 200 صفحة ينفي تماما أنه كان عالم كان يعرف ماذا وقع المصطفى بن بوليعيد. الآن خلي نقرأ لكم الأسماء الذين حضروا وكلهم كان فيهم الذين لم يستشهدوا أو لم يكتب لهم المولى سبحانه وتعالى الشهادة في هذه الفترة كان كل واحد عنده رأي خاص وأكيد أنه راح يساعدني يوسف في هذا. الذين حضروا في فترة اغتيال أو استخدام الجهاز اللي يقولوا الذي وظفه أو الذي استخدمه هو علي الألماني وهذا كلام بوضياف وعلي الألماني هذا كان يقول هكذا يقول في فترة ما كنت أدرك أن هذا الجهاز سيستخدم لقتل شخصية ما داخل جبهة التحرير ما تقدرش تأخذ الطرف علي الألماني هو جندي من اللفيف نعم. الأجنبي لليجيون إترونجير نعم. فر من الوحدة تاعو التحق بجبهة التحرير وكان خبير في المتفجرات ويقال هذه السادة لأنه أنتم ما تعرفوا التفاصيل لكن المشاهدين وقيل آنذاك باللي عجول كلفوا بتفخيخ هذا الجهاز هذا أنا نقول لك ما هو أنا ما نقدرش نقول عجول لا ما يقال يعني بعض شوف الحضور كان كما يلي أي اللي حضروا في البيت واللي وقعت فيه الانفجار هما مصطفى بن بوليعيد علي بن شيبة وهذو كلهم شخصيات كبيرة يعني مش ناس عديد عمراني العمراني عبد الحميد اللي هو شقيق العمراني المحامي بن عكاشة عبد الرحمن بعزي علي وهو شهيد عمواس الطاهر عمراس الطاهر بن النويشي الحج الأخضر اللي راح يتولى قيادة الأوراس لاحقا هو حيحي المكي في فترة بن عكشة محمد الشريف نواور أحمد تاع لاباس دو لاست عزوي أحمد هذا هو الشهيد وواحد من عائلة مدور وكان حاضر معاهم بالمناسبة واحد يقولوا له فضيل يسمى سي فضيل هذا من منطقة القبائل نعم. الآن هذا كل واحد عنده رواية خاصة لما وقع من استشهد لا نعلم أمره ومصيره إلى الله واللي حضر كل واحد عنده رواية الرواية اللي راهي الآن متوفرة هي الرواية تاع إيف كوريير نعم. باللي من فخر الفرنسيين أنهم تمكنوا من اغتيال بن بوليعيد لكن تبقى دائما أنه مشكلة الاغتيال هي التي أدخلت الأوراس في متاهات لا أول لها ولا آخر ومن ذلك بطريقة عجيبة ورفض مع رفض كل من الغرور وعاجل عجول وغيرهم للقيادة الإدارية لعمر بن بوليعيد الذي سئل حينما سئل شيحاني لماذا عينته قال لأنه شخصية على درجة عالية من معرفة المنطقة وشقيق مصطفى بعد قبلي بالأساس في المسألة نعم تمثيل قبلي ما يهمنا يعني حتى ما نغرقوش في التفاصيل عمر بن بوليعيد أولا لم يصل
إلا بعد نهاية المؤتمر معروف، وهو لا يمثل عند القيادات التاريخية الكبرى في الأوراس منطقة الأوراس. هذا تقرب ما وددت أن أقول. الآن تبقى من اغتال ومن قتل وكيف استشهد مصطفى بولعيد، هذا كل هم الجزائريين. طبعا هذا المؤكد، يعني اللي نخرج من نتيجة أنه سواء كان بأيادي المخابرات الفرنسية وهو المعروف، أو بأيادي من داخلية، النتيجة أنه استشهاد بن بولعيد أدخل الأوراس في حالة من الصراع والفوضى، وفقدت يعني للأسف الشديد هذه الولاية، فقدت العنفوان والاندفاع اللي كان في بداية الثورة. سؤال تفضل، سؤال أو تعقيب كما تشاء. لا، السؤال اللي راح يوجهه لي لا والله لا، مش سؤال تساؤل. عندما نقول أن منظمي الصمام قصروا كي يأتي الوفد الخارجي، نعم، نحن في ثورة، هم كانوا يعلمون جيدا، كانوا يعلمون جيدا أن مؤتمر سينعقد وأعطي لهم كل شيء. أنا أعتقد في أمر كهذا من المفروض إذا كانوا مصرين على حضور المؤتمر أن يفعلوا بكل الوسائل للوصول. وفعلوا ها؟ وفعلوا، وكانوا مصرين على الحضور. خلينا نسمعنا وجهة نظرك. هم توقفوا، هو بن بلي يقول لك حبسنا في منطقة وما دخلوش في انتظار، لكن في انتظار مبعوث من الداخل اللي يقودنا. هذا بن بلي يقول هكذا، تبقى روايته. لكن ما نعرف، بن مهيدي خرج مرتين إلى مصر وعاد، وهم يعلمون أن مؤتمر سينعقد، معناها مسألة حاسمة في مسار الثورة. كان من المفروض أن يعملوا، معناها التقصير جاء من الطرفين، ممكن من الطرفين نعم من الطرفين أكيد، وليست متعمدة. لا، كلام موضوعي. نعم، وليست متعمدة. لمن المنظمين يعني لم يريدوا إقصاءهم، مستحيل. أيوة. وهم أيضا ليس متعمدا، لكن قصروا، كان بإمكانهم أن يبذلوا كل، يعني حتى ولو تم التقصير من هذه الجهة على الأقل تحاول. هذا ما أريد قوله. نفس الشيء للأوراس. عمر بن بولعيد، من أين عرف عمر بن بولعيد أن هناك مؤتمر؟ أكيد من أخيه. أكيد من أخيه، وبالتالي لم يقصي ولا أحد. يبدو لي أن مصطفى بن بولعيد كان يعلم بهذا المؤتمر، كان يعلم بكل شيء. أقرب إنسان إليه هو عمر بن بولعيد، عرف، أخذ الفكرة وذهب إلى مؤتمر الصومال كي يأخذ منها الشرعية كما قال الأستاذ يوسف. أكيد عدم مشاركة الوفد الخارجي ومنطقة الأوراس أحدث نقائص في المؤتمر. هذا لا يمكن أن، يعني لم يحدث نوع من إجماع 100%، لكن هذا لم يتم عمدا، ليس مقصودا. الظروف فرضت ذلك. صحيح. هذا هو الذي جعل هذا الأمر. لكن أن نقول أن المنظمين أقصوا الأوراس، والله يعني غير مقبولة تماماً. كلامك أنا متفق معه تماماً. غير مقبولة تماماً. إحنا مش مطلوب منا باش نحكموا النوايا. نعم، غير مقبولة تماماً. المسألة الثانية، إحنا لم نقل أنه أقصي الأوراس. قلنا أنا أتفق مع الأستاذ. لا، نعم، في مسألة جزئية بك، أنا سميتها أنه المؤتمر جاء في عجالة. نعم، في ظروف صعبة جدا، لأنه تكلمني على بن مهيدي سفريته، كل بين سفرية وسفرية عام وعام واش باش يخرج، وهو كان في المنطقة الرابعة ويخرج للمغرب الإسباني من ثم يهبط بزواج مزور. ظروف صعبة. نعم، ما نساوش الحدود كانت مسكرة. نعم يوسف، بالخطوط. أستاذ يوسف، مثلا نذهب إلى مؤتمر القاهرة، في مؤتمر القاهرة يقول لك العسكريين أضعفوا السياسيين. لم يضعفوا السياسيين، لم يكن هو إضعاف عسكريين للسياسيين. ما وقع في مؤتمر القاهرة عندما تغير لجنة التنسيق والتنفيذ، راح يتعين 5 هم قادة ولايات، كانوا قادة ولايات، العقداء 5 إضافة إلى 4. إضافة إلى عبد الرمضان ثم مهري
ودباغين وفرحه عباس. وفرحه عباس هنا ماهوش عسكري وسياسي، هنا ما وقع انه الخمسه تقدر تقول اربعه دون محمود شريف الاربعه كانوا تاع لوس، كانوا مفجري الثوره ومعهم عبان رمضان كان مع لوس يعني. وبالتالي هؤلاء فجروا الثوره الاربعه، فجروا الثوره وضيف اليهم محمود شريف. الاخرين نعود دائما للمشكل، هؤلاء التحقوا، معناها الذين فجروا الثوره سون بري دوسو يعني على الذين التحقوا فيما بعد اللي هم مهري ودباغين وفرحة عباس. سنصل لاحقا الى اجتماع القاهره، وبالمناسبه يعني ربما نستبق الاحداث، وتم التخلي عن المبدئين في تم التخلي لانه لا معنى له لا معنى له. شوف داخل الخارج اولويه الداخل، اولويه الداخل خلينا في السياسي على العسكري من بعد نرجع للداخل والخارج، لانه لا معنى له، لانه صحيح لكن يستخدم هذا السياسي في هذا الموضوع، في هذا المبدا بالضبط في مساله المبدئين هذا. انا بالنسبه لي السياسي والعسكري نشوف انا قراءتي ليه هو انه كاين نوعا ما محاوله احداث التوازن في القياده، خصوصا وان الصمام اهم شيء انجزه حتى من المستوى التنظيمي اللي تكلمت عليه قبيلين نلقاوه فقط من الناحيه الشكليه، ولكن المآلات لاحقا هو نواه الدوله، تاسيس الدوله، محاوله ايجاد الكيان الموازي اداريا وسياسيا وعسكريا وحتى قضائيا واجتماعيا في مجال الشعبيه، فيه قضاء اسلامي، يعني كانت رؤيه لمشروع دوله مستقبليه انجزها الصمام راح تكبر تدريجيا تجسد في الحكومه المؤقته. اذا وبالتالي اولويه السياسي والعسكري انا نشوفها من منظور اخر، لانه ليس كل اولويه السياسه او اولويه العامل الترجمه الصحيحه اولويه العامل السياسي على ما كانش عامل سياسي كلمه العامل ما كانش دوكا هذه قراءه بس في النص الاصلي ما كانش عامل سياسي لا البوليتيك البوليتيك العربيه الصحيحه. سامحني يا استاذ انا سمعتك الاخر خليني نتكلم هكذا. دونك انا واش حاب نقول انه مثلا ليس الثوره في مرحله ما رؤيه عبان، وهذا هو اللافت في تفكيره، عبان كان يحب يحقق نوع من الاجماع الداخلي، يحب يجسد مفهوم الجبهه في الداخل بتياراتها بايديولوجياتها باشخاصها، وهذا مستوى من مستويات تجسيد لمفهوم الجبهه، مش فقط عنوان ولا تسميات باشخاص. هذا من ناحيه، من ناحيه المعركه القادمه بعد الصمام ماهيش معركه الداخل بالاساس، وان كانت مهمه، هي معركه الدبلوماسيه ومعركه الاعلام. ولذلك راح من بعد المجاهد بطبعتيها والناس راح يتم تركيز كثير على هذا، وبالتسارع بعد تسويه القاهره في مؤتمر اوت 57 اللي هي الغاء اشكاليات هذه اللي سماها الاستاذ ماهيش مشكله اصلا، ولكن الفهوم كانت مختلفه، مباشرة نمشيو للحكومة المؤقتة، لأنه فرنسا كانت تعزف على فكرة أنه ما كانش ممثل وهذا شيء مهم للغاية في هذا المثال. سنصل إلى هذا الجسر. نعم. في هذين المبدئين، يعني ما هو متفق عليه الآن على الأقل في هذه الجلسة، أنه القضية مش في المبدئين في حد ذاته بقدر ما هي في توظيفهم، مش حتى في الفهم، في التوظيف يعني. نعم. شوف أنا الكلام هذا موجه لخويا رابح. ولدي مشاهد الكريم ومن ورائه 40 مليون من الجزائريين الطيبين. انت لما تقول انه الاولويه للسياسه، يعني استخدام الجانب تاع المفاوضات والحضور وغيرها مقدم على الجانب العسكري، انا نقول لك انا ما عشتش المرحله، لكن احنا عندنا التفسير تاع الاستاذ مالك بن نبي، وش يقول في تفسيره لاولويه السياسي على العسكري؟ يقول كاننا، هو ما كانش يعرف اللي استشهد بن بوالعيد، وكاننا نقول ان فلان يعني سعد دحلب سيكون الرئيس على مصطفى بن بوالعيد. هكذا يعني الجيل تاع قبل 65 سنه كان فاهم باللي الامر مغاير للصوره التي كانت عليها الثوره، لان الثوره مثل ما كنتم تتحدثون الذين قاموا بها هم جماعه العسكريين بن بلة وايت احمد
وكل الشخصيات الفاعله جماعه طلوس كانوا عسكريين بالدرجه الاولى مش سياسيين. الان سامحني كيفاش عسكريين يعني كيف يعني عسكريين؟ هذا بن بلعيد عسكري ولا سياسي؟ مناظر سياسي وعسكري في نفس الوقت اصلا هو يفهم انه عسكري. اسمح لي لما تتكلم على سعد دحلب هذو سياسيين، 48 لما تتكلم على بن خده هذو سياسيين. اسمح لي يا استاذ، كاين وجهين، ذوك الوظائف هي اللي تحدد. بن بلعيد في 48 48 كان عضو في اللجنه المركزيه تاع الحاكم ديال دي، اذا يؤدي دور سياسي وترشح في انتخابات المجلس الجزائري. وهذا هو هذا كان بعد لا 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 48 هذا هو الاول. شوف لانه انت تتكلم اذا سمحتوا لي يعني لما نتكلموا على هذا يكون في دوله بطبع. مؤسساتها الان تقول لي باللي فلان الفلاني ضابط لانه موجود في المؤسسه العسكريه، اما هذو لا، هذو مناظر. يعني انت بن بلة او اي تحمد او جماعه لوس لما اختيروا لانهم عسكريين، لا هذو مناضلين تتوفر فيهم شروط عندهم كذا، قال وجهوا لعمل عسكري، لكن العمل اصلا العمل هو عمل نضالي. سامحني اذا كملت. هذا شوف صدقني صدقني هذا وصف، لكن هذا العسكريين والسياسيين هذا الكلام كما يقولوا مقتبس من مواقف الناس، مواقف الناس في فتره ما بعد 56. وانا هذه الفكره اللي قلت لك، وبالتالي تبقى الفضل خلي يكمل الفكره. هي اختلاف الفهوم هذا واختلاف في فهم المصطلحات هو الذي سيؤدي الى اشكال كبير جدا في فتره ما بعد الصمام. شوف لامين، تعطيت لي ملك بن نبي، اسمح لي لانه لابد نقولها، والله نقولها بسرعه لانه الوقت انتهى. ملك بن نبي ماهوش مصدر تاع تاريخ الثوره، مستحيل. ملك بن نبي كان بعيد تماما، اصبحت الناس تاخذه كمصدر. لا، مالك بن نبي كان بعيد، لم يكن يعلم ما كان يحدث. مالك بن نبي مفكر كبير أكيد، لكنه لم يكن لا فاعل ومحلل اجتماعي. نعم. كي تأتيني بمالك بن نبي، لأنه مالك بن نبي كتب عن أشياء لكن كلها كان مصدرها ولكن لا يمكن أن يعتد به كمصدر لتاريخ الثورة، يعني مستحيل يعني. كان بعيد جدا. هي قراءة، هو قراءته ضمن قراءات واحدة أخرى، لأنه أعتقد مش بن نبي وحده، فيه كثير أو قليل، مانيش عارف العدد، ولكن أعتقد أنه فيه ناس قرأت هذا المبدأين بهذه الطريقة، قرئ بهذا الطريقة. الترويج. نعم. تم الترويج حتى داخل الثورة، حتى عند بعض المشاهدين قيل لهم هذا الكلام صحيح، وبالتالي أكيد سينتشر، لكن هو الكلام ليس صحيح. صحيح. نحن نحاول أن نستعرض كل القراءات، لأنه ما هوش إحنا لسنا هنا لنحكم، وإنما نحاول أن نستعرض. هذه قراءة كانت موجودة. صح. قراءة كانت موجودة. نعم. رغم أنه إذا حبينا بالموضوعية مش قراءة سليمة تماما، ولكن وجدت. نعم. وما زالت إلى الآن يعني. نعم. ما زالت. نعم. إلى الآن هي قراءة أدخلت في صراع سياسي. نعم. وضيفت. نعم. في صراع سياسي. نعم. وليست قراءة صحيحة. واضح. نجيك نقول لك جاوزنا الوقت. شفت هذا يا أستاذ. أنا مؤتمر صمام باغي يردك أنت، باغي يرد فلان يحكم فيك وغيرك. يا أستاذي باش تجي معايا. راح الوقت. خلي ما نكونش مناضلين، ما نكونوش مناضلين هنا. مشاهدينا بالعكس نوضح. مناضلين يا خويا، نحن نوضح يا بلوص حنايا. ضيوفي الاعزاء يا اخي، مازال البرنامج مستمر وستتاح لنا جميعا فرصه النقاش. يعني ماهوش راح يخلص الان، راح نواصلوا، وفي النهايه حتى نواصلوا ما راحش نفصلوا احنا في كل هذه المسائل. سيستمر النقاش خارج هذا الفضاء وغيره. كلام كبير جدا. اذا مشاهدينا، وصلنا الى نهايه حلقتنا من برنامج تاريخ مباشر على قناة البلاد. أشكر ضيوفي الدكتور رابح لونيسي، شكرا لك. شكرا. الدكتور يوسف قاسمي، شكرا لك. الله يبارك. الدكتور محمد لامين بالغيث، شكرا لك. عفوا. وواصل في إصرارك إصرارا. ما تخممش، نحن على العهد. وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى من برنامج تاريخ مباشر على قناة البلاد، لكم مشاهدينا تحياتي.